بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة جاسم مختيش أحد في أوروبا. أحييكم أصدقائي وأحبائي المتابعين المخلصين الأوفياء، أحييكم من المملكة، مملكة السويد في مدينة مالمو من أمام شواطئ مدينة مالمو. بدنا نساوي جولة على شواطئ مدينة مالمو وبرد أصبح عليكم وأسعد الله أوقاتكم ونهاركم سعيد جميعا أصدقائي. هيا بنا. احتراما للأخوة المتابعين المحترمون أثرنا أن لا نظهر السيدات على شواطئ البحر، إنما أحببت أن ألتقط بعض الصور للحيوانات وخاصة الكلاب الأوفياء. يهتمون جدا بالحيوانات وخاصة الكلاب، لهالسبب أحببت أن أظهر بعض من المحبة بين الإنسان والحيوان. أردت عدم إظهار السيدات في الفيديوهات المتابعة على شواطئ خاصة أينما أنا تواجدت اليوم في مالمو. ابتعدت كل البعد عن إظهار النساء على الشواطئ في لباس السباحة. هي شواطئ مدينة مالمو وهي جسر مالمو المؤدي من مالمو إلى الأراضي الدنماركية إلى مدينة كوبنهاجن مباشرة، وهذا برج مدينة مالمو. Thank you.
من معالم مدينة مالمو. أحببت أن أصور بعض شواطئ مدينة مالمو على بحر الشمال أو المضيق ما بين السويد والدنمارك. نصور بسرعة عدم إظهار النساء بشكل بدي أحاول عدم إظهار النساء بشكل واضح. حبيت بس ألقي نظرة على رواد الشواطئ وخاصة الذين يتمتعون ويريدون أن يقضوا أوقاتا جميلة على أشعة الشمس. من أجل حمام شمس أو برونز وعدم إظهارهم أحببت أن نلقي نظرة سوية على رواد الشواطئ في السويد، خاصة في مدينة مالمو، كنا مدينة من المدن الأوروبية التي أحببت أن أزورها. هي الشواطئ الوحيدة اللي موجودة على مدينة مالمو
الاستمتاع والاستجماع. طبعا انا ما حبيت اسبح في هالاجواء. هاي بعض من معاد ابتعدتوا شيئا بسيطا عن النساء اللواتي يتمتعن بحمام شمس جميل. وهذا هو أحببت أظهر بعض من معالم السباحة على شواطئ مدينة مالمو. هي جسر مالمو مثل ما ذكرنا. منذ 3 سنوات أتيت إلى هنا وسبحت بهالاتجاه. طبعا مياه خليج مالمو مياه للأمانة، يعني أنا آسف أن أقول إنها مياه نتنة، رائحة لها رائحة كريهة، ليست كمياه بحر المتوسط وليست كبحيرات سويسرا. مياه نتنة، صحيح مياه مالحة ولكنها مياه لها رائحة نتنة، وفيها طحالب وفيها أعشاب على الشواطئ. وهي بعض من معالم اللي ذكرناها. هاي الطحالب وهاي الأوساخ اللي موجودة على الشواطئ، ليست كشواطئ البحر المتوسط. هاي بائعة بوزة تقرأ. حبيبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربي يكرمك، شكرا كثير، تحياتي. هاي بائعة بوزة، لقيت بعض الشباب الذين يتكلمون اللغة العربية في مدينة مالمو، أدوا التحية وقابلتهم بتحية مثل جئت إلى هذه الشرفة. يوجد بعض من الشباب، أحببت أن أصور الأقفال الموجودة في هذه أطفال حب. أي أطفال عشاق الحب. يلا بسم الله. اي والله بسم الله، الله حيه. هاي الزاوية عربي، هو طبعا اللي قفز عربي. هاي شاب، هاي شاب وهي صبية. كيف بدها تطلع؟ كيف بدها تطلع؟ من هون بيطلعوا. لو معي أحد من الشباب لقفزته، لكن لا يوجد معي أحد. هؤلاء البنات يريدون القفز. هل
هاي البنات بدهم يقفزوا ونشوفهم. دير مرة سبعه ويييي دير مين من مدينة مالمو. أعزتني إنه في بعض لقطات ولكن حاولت قدر الإمكان أتجنب أن أظهر الصورة كاملة. أظهرت جزئيات لأناس يستمتعون ويتمتعون على شواطئ مدينة مالمو، بس لفت النظر نظرة على جمالية هذا المكان، ولكن لم أقصد أن أظهر النساء كاملة. أماكن السيدات، أردت إظهار صورة عامة قدر الإمكان. تجنبت إظهار الصورة الكاملة. اعذروني مرة أخرى، أحببت أن أصور محتوى يليق بالمشاهدين الرائعين والمحترمين. سامحوني أصدقائي. السلام عليكم ورحمة الله.